ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام دون غيره من الأنبياء أن له شفاعة في أمته يعجل لهم دخول الجنة قبل غيرهم، وهم صنف من الأمة ممن لا حساب عليه، كما جاء في الصحيحين يقول الله سبحانه وتعالى: يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب.